سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى نتلاقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات غنشارك معكم طريقتي باش كنغسل هذا الحوت. هذا ازايز، حنا كنقولوا ليه هنا ازايز. على حسب المناطق كل واحد شنو تيقول ليه. هانتوما البنات انا بديت بالفوق، يعني بهذه البلاصه بحال الكرش يعني ديالو كيكون فيها داك المصاران، يعني هذه هي البلاصه اللي خصها تغسل مزيان مزيان. هانتوما كما كتشوفوا انا غنحيد من هذاك المصاران وداك يعني كلشي داك الشيء اللي فيها، يعني راه هاد البلاصه هادي الفوقانيه ومهم جوج البلايص هو اللي ضروري خاصي تغسلو فيه. اما راه الطريقه سهله سهله بزاف بزاف، يعني بزاف الاخوات كيتخوفوا منه هذا وتيقولوا ما بلي ما تعرفوش ينقيو، ولكن هو راه ساهل. وهنا كما كتشوفوا كاين هاد الفم ديالو، هذا راه هو الفم ديالو كتكون فيه. هانتوما انا غنجيب الموس وكنبقى ندور بحال هكا صافي، وراه كطلع كيطلع هكا كيتحيد بسهوله. يعني ضروري تحيدوا هاد البليصه البنات حيت كتكون قاصحه وما خصهاش تبقى صافي. يعني جوج البلايص اللي كيتغسلوا الفوق فاش كيكون المصارن، وديك البلاصه اللي قلت لكم الفم ديالو صافي. هاد جوج بلايص اللي كيتغسلوا صافي، ها هو دابا راه نقي وواجد، يعني ما فيش شي حاجه اللي صعيبه. انا هنا البنات عندي نص كيلو، عندي وحده فيها نص كيلو. غندوز دابا ان شاء الله باش نسلقو. درت الماء في الكوكوط، غنسد عليه في الكوكوط باش غيطيب. درت معاه الحامض وخليته كيطيب، ودابا غادي نمشي باش نحطو فيه. صافي كما قلت لكم البنات، ملي درت الماء والحامض حتى غلاو مزيان، يعني خص ضروري الماء يكون غلي مزيان. كناخذ داك الحوت، يعني هذه الطريقه البنات ضروري ديروها، ما تجيوش تلوحوا الحوت مره في الماء هكا، ما خصكمش ديروا هذه القضيه دي. ضروري تاخذوا الحوته من الفوق بحال هكا نتوما كما كتشوفوا، وتبقاو تغطسوها في الماء وتطلعوها، تغطسوها وتطلعوها هكا. هكا الشكل ديالو يعني في الاخر كيجيكم ساهل، وفي التقطاع كيجيكم ساهل. اما الا لحتو كلشي مره واحده ما كيجيش فاش يعني كيجي بحال كيلصق مع بعضياته. يعني هكا هاد الطريقه ضروري البنات ديروها، يعني بقاو غطسوه وحيدوه من الماء وغطسوه شي جوج ولا ثلاث المرات حتى يبان لكم بحال هكا صافي. عاد باش حبسو صافي، انا غنخلي واحد 10 ديال الدقائق نسد عليه الكوكون، نخليه 10 ديال الدقائق بلا ما طاب ونرجعو. هنا الحوت ديالي راه طاب البنات، هانتوما كتشوفوا راه غير سديت عليه ما كايناش حتى 10 دقائق. يعني حنا غادي غير نسلقوه، ماشي بالضروره يطيب حيت مازال غادي نشرملو صافي. هانتوما كندير واحد الزلافه فيها الماء بارد، ما كنخشيش في الماء، غير كنبقى ندير زلافه فيها الماء بارد وكنبقى بحال هكا نحيد بيدي ونحيد بالموس. يعني سهله الطريقه، دغيا كيتحيد كلشي. هانتوما صافي كنبدا كنحيد حتى كنحيد دوك الرجيلات، يعني الجلده دغيا كتحيد، وكنقلب ضروري البنات قلبوا بحال هكا وحيدوا بحال هكا داك ديك الجليده ديالو. وديما غصو يديكم في الماء باش هكا تسهل عليكم القضيه. صافي انا راني ساليت هنايا داك يعني حيدت لي القشور ديالو كاملين صافي. وغادي ناخد واحد الموس وغنقطعو، ها نتوما يعني قطعو طريفات صغارين. ممكن البنات انا غادي نديرو بلا صوص، ممكن الا بغيتو يعني نتوما اللي بغيتو تقليو يقليو. انا عندي كميه هنا قليله، غادي يعني غادي نديرها مع لاصوص. الا كان عندكم كميه كثيره راه ممكن تقليوها. دابا غادي ندوزو للطريقه ان شاء الله. بالنسبه للطريقه البنات، انا غادي نديرو في الطويجين هكا مع لاصوص. درت واحد جوج مطيشات كبارين حكيتهم، وحكيت واحد البصله صغيره، ثومه مليحه، قزبر بعدنوس. وهنا عندي نص كاس مخلط ما بين زيت بلديه او زيترونيه. مازال غادي نزيد ان شاء الله الزيت في الاخر، يعني حتى يطيب عاد نزيد واحد شويه زيت بلديه. هنا عندي قزبر حبوب، يعني كما كنعرفوا القزبر حبوب راه كيجي زوين مع الحوت. غندير شويه ديال الكمون، وغندير واحد شويه ديال البزار، ما غنكثرش حيت غادي ندير لهادي الحار مدقوق، وانا عندي هاد الحار مدقوق حار بزاف يعني ما كنكثرش فيه. وغندير واحد شويه ديال السكينجبير صافي، وغادي نخلط. وما
بعد البنات غادي نزيد واحد معلقه ديال التحميره، انا كنت هنايا نسيتها يعني غادي نزيدها. هنا عندي شويه ديال الزيتون احمر، الى اي زيتون ممكن تستعملوه بغيتي ديروه، انا كندير اما هذا الاحمر اما البلدي. عندي واحد جوج مزاود ديال الحاره، وعندي هنايا واحد طريفات ديال الحامض. اصلا كان عندي داك الحامض زعما كنت عصرته قبل، بقاو ليا دوك الجليدات ديالو كندير بهم هكا الحوت. صافي كما قلت لكم هنا زدت ديك معلقه ديال التحميره، وغادي نخلط ونخلي ديك المطيشه ديالي حتى طيب مزيان. وهنا ملي طابت لي ديك المطيشه كما كتشوفوا مزيان، صافي كنزيد عليها داك الحوت يعني كامل. هانتوما كما كتشوفوا صراحه كيجي هاد الطوجين زوين، يجي بنين بزاف البنات. هاد ازايز انا صراحه عزيز عليا هاد النوع هذا ديال الحوت. صافي وغادي نزيد داك الزيتون من الفوق، ونزيد عليه دوك المزيودات ديال الحاره، ونزيد دوك الحامض. كما قلت لكم الحامض راني كنت ديجا معصره، دابا غير زدت عليه غير يعني هذوك الجليدات ديالو حتى هما راه كيطلقوا يعني كيطلقوا داك المذاق مع الحامض مع الحوت كيجي كتعرفوا الحامض مع الحوت كيجيو زوينين. صافي دابا غادي نسد عليه حتى يطيب، وهنا غادي نرافقو كما كتشوفوا بزعلوك ديال الدنجال. تما راني صوبت لاصوص، وهنايا كما كتشوفوا شويه داك الدنجالات شويتهم فوق الفران، غادي نقشرهم ونزيدهم على الطريقه راه كاينه البنات في واحد الفيديو ديال زعلوك. وهنا طويجيننا ها هو وجد البنات، راه كيجي بنين وزوين زوين بزاف بزاف. هنايا راني غندير عليه واحد شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، يعني ضروري شويه زيت بلديه هكا من فوق الطاجين، كتزيد تبنن اكثر. تما وهذا وهنايا عندي داك الزعلوك كما كتشوفوا حتى هو كيجي زوين، وكما كنعرفوا الحوت كيجي معاه هكا بحال هاد المرافقات هكا ديال الدنجال، وهذا كيجيو صراحه زوينين معاه. صافي البنات كان هذا هو الطويجين ديالنا، وكانت هذه هي الغديوه ديالي. كنتمنى الى عجبكم الفيديو، ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، وبالنسبه للبنات الجداد ما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم. وغادي نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم الراحه، الفيديو اخر ان شاء الله باذن الله.